ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا مولاي الحسن سيق سيارته رفقة الأميرة لالة خديجة. شهد ولي العهد الأمير مولاي الحسن وهو يسوق سيارته بنفسه وبرفقته أخته الأميرة لالة خديجة لأول مرة بشوارع مدينة الدار البيضاء، وقد تجمهر حشد كبير لتحية موكب ولي العهد ليبادلهم مولاي الحسن التحية بالمثل. وقد انتشر الفيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ومعلوم أن أخبار العائلة الملكية تستقطب اهتمام الشعب المغربي، وذلك لأواصل العلاقة المتينة والحب المتبادل بين العرش والشعب. وفي هذا الصدد قالت إحدى الناشطات معلقة على الفيديو: بالصحة والراحة، الله يحفظ أميرنا المحبوب ويحرسه بعينه التي لا تنام يا رب.